حلقة جديدة من بعد الحدث، أهلا بكم. انتهت مباحثات المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبيرغ يوم الخميس الماضي مع قيادات جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء من دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الاتفاق على مقترحاته المقدمة حول فتح الطرق والمعابر في مدينة تعز، في تعقيد جديد للملف والذي سينعكس على مسار الهدنة الأممية التي أعلن عنها منذ مطلع أبريل الماضي لمدة شهرين ومددت أيضا شهرين إضافيين مطلع يونيو الحالي، وسط خروقات مستمرة من قبل جماعة الحوثي. حكومة بلادنا قالت أن الهدنة ومشاورات الأردن كشفتا حقيقة ميليشيات الحوثي بأنها تقف حجر عثرة أمام السلام في البلاد، وطالبت على لسان وزير الإعلام معمر الرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ميليشيات الحوثي. من جانب آخر، أعلنت السعودية تعهدها بتقديم 10 ملايين دولار في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسرب النفط على متن ناقل صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وسط مخاطر تسرب مليون برميل نفط خام قد تكون واحدة من أكبر الحوادث البيئية في العالم. سنبدأ ونخوض في غمار هذه المحاور لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وسينضم إلي الأستاذ منصور الزيلعي نائب ركن الإعلام بمحور آزال عبر سكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ منصور. وينضم إلي مشاهدينا الكرام الأستاذ والرائد مصطفى القحفار ركن التوجيه المعنوي بمركز تأهيل الضباط في مأرب. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ منصور، نتحدث اليوم عن الخروقات المستمرة للميليشيات الحوثية في جميع الجبهات. ما نوع الخروقات التي تم تسجيلها على ميليشيا الحوثي مؤخرا في الجبهات المتاخمة لكم؟ أولا اسمح لي عبرك وعبر قناتك أن أحيي الأبطال المرابطين في مواقع، في الطغور، في ميادين، في متارك، في كل موقع من مواقع العزة والشرف لاستعادة اليمن، وهم الذين نعول عليهم بعد الله سبحانه وتعالى لاستعادة الجمهورية وفتح الطرقات وفرض السلام. أما دون ذلك فلا نعول على شيء. طبعا أخي العزيز، للأسف ما يجري ويحدث أمام عيوننا من عنصرية وظلم وقهر واستبداد وحالة معيشية مزدرية شيء لا تطفو العقول ولا ترضيه الضمائر ولا يجوز السكوت عليه. خلال السنوات الماضية الأمم المتحدة لم تتمكن من إقناع ميليشيات الحوثي من يعني مستمع للفرق الهندسية من إصلاح خزان صافر الذي سيكون تأثيره على البيئة ليس في اليمن فقط وإنما في اليمن والبحر الأحمر والإقليم. تلك الميليشيات لم تلتزم بأي هدنة يعني لو نظر خلال الفترة الماضية الجيش الوطني التزم بالهدنة من باب والموفون بعهدهم إذا عاهدهم، لكن تلك الميليشيات لم تلتزم بأي هدنة. حدث ضرب صواريخ بالستية لصنعاء يعني لمأرب لتعز، هناك يعني مئات القتلى والجرحى خلال تلك الهدنة. أي هدنة نتكلم عنها؟ لم يفتح معبر، تم فتح يعني بالنسبة تم الشرعية من جانبها، فتحت مطار صنعاء، فتحت ميناء الحديدة، أبدت الاستعداد وأبدت نيتها الحسنة، لكن تلك الميليشيات لم تفتح حتى معبر واحد في محافظة تعز. ما هي خياراتكم أنتم في الحكومة الشرعية وبالأحرى في الجيش الوطني في ظل كل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية؟ أولاً أعلق على كلمة رئيس الوفد الحوثي الذي قال بدل ما راح يفاوض من أجل فتح المعبر راح يؤكد أنه سيفتح مقابر لأبناء تعز، وأنا أقول له عبركم وعبر قناتكم يتوعد تعز بالمقابر وقد علموا أن تعز مقبرتهم بإذن الله وهي مقبرة كل عقل في دعي. تعز شرفاء أحرار رفضوا الخنوع والخضوع لتلك السلالة الكهنوتية المتمردة. تعز قاروا البغو العدوان يوم استسلم الجميع. تعز يعرفهم العدو ببطولتهم، يعرفهم البيداء بانتصاراتهم. تعز رجال في سلمهم وفي حربهم.
لن يستطيعوا ذلها، وإنما هم يذلون أنفسهم ويذبحون أنفسهم. نحن طبعا مستعدين ومنتظرين دعم الجيش بالسلاح، وهو منتظر ساعة الصفر فقط لا غير. ما الذي تبقى للجيش الوطني في ظل كل هذا التعنت من قبل الميليشيات الحوثية؟ يعني من ضمن الأسس التي قام عليها المجلس الرئاسي الأخير الذي تم تشكيله أنه هذا المجلس هو مجلس سلام، لكن في ظل هذا التعنت من قبل الميليشيات الحوثية، في ظل هذا كما تحدثت أنت أنه قرروا أنه تتحول المعابر إلى مقابر، في ظل كل هذا الصلف من قبل هذه الميليشيات، ما هي الخيارات أمام الجيش الوطني؟ يخسر بالنسبة لنا، كنا نأمل أن يكون هناك حل شامل لتوقف الحرب عبر الحوار، وهذا ما يريده المواطن اليمني. لكن جماعة الحوثي لا عهد ولا ذمة ولا أمان، يعني وينبغي كسر التعنت هذه الجماعات بالحرب وتصعيد العملية العسكرية لتحريك الشر من رئيس الكهنوت الإمامي. يجب دعم الجيش الوطني ودعم الجيش اليمني في السلاح فقط، نحن ما ينقصنا هو سلاح الهجوم فقط لا غير. وإذا توفرت تلك الأسلحة فإن الأمر محسوم، كما قال نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسية إدريس الزبيدي، ليس 7 سنين وإنما نحتاج إلى 7 أشهر فقط لا غير. كيف المعنويات وأنتم في الجيش الوطني؟ كيف ترى يعني الروح المعنوية بالنسبة للأفراد والقوات المسلحة في الجيش الوطني؟ والله الروح المعنوية تناطح الصحافة، هناك إعادة تأهيل وإعادة تدريب وتأهيل في جميع المحاور، في الصاعقة، في الهندسة العسكرية، في المشاة، في جميع المجالات العسكرية تم استغلال هدنة في إعادة الجهجية العسكرية في جميع المحاور وليس في محور محدد. إنما نحن نرى السلام أنه خيار، ولكن في حالة فرض الحرب فنحن نجاربها إن شاء الله. كان الكثير يقولون أنه الواقع في بلادنا يرى أن المجتمع الدولي لم يعرف طبيعة المعركة في بلادنا، ويعني برأيك بعد هذه 8 سنوات هل أصبح هناك وعي من قبل المجتمع الدولي، من قبل الأمم المتحدة، من قبل المبعوثين الأمميين المتواليين إلى بلادنا بطبيعة هذه الحرب، بصلف هذه الميليشيات وأنها عصابة لا تعرف إلا لغة السلاح والسلاح فقط؟ والله يا أخي العزيز أنا أشعر أن هناك تواطؤ من المجتمع الدولي مع تلك الميليشيات، فقد دللوها كثيرا. هناك ضغط على قوات الجيش الوطني وعلى قوات الشرعية في حالة انتصاراتها، عندما كنا سنحسم المعركة في الحديدة، عندما كانت القوات الشرعية يعني في محيط صنعاء، تم الضغط على القيادة السياسية وعلى قيادة الأخوة في التحالف العربي بتوقيف المعركة نظرا للجانب الانساني، ولكن لم ينظروا للجانب الانساني بمأرب ولا بالجوب ولا في تعز ولا في الضالع ولا في اي محافظه اخرى. يا اخي ان استطعت ان تقنع الشمس ان تشرق من مغربها فانك مع هذا الحوثي ستقوم بالسلام والتعايش السلمي مع اليمنيين ودول الجوار. والدليل اتحدى اي واحد ان يعطيني ان ايران لها دوله صديقه غير احديتها في المنطقه، والتي صنعوا منها نظام الملاليم. يرون أدواتها أوقات التدمير والخراب للأمة العربية والأمة الإسلامية فقط لا غير. هذا الذي يقدمه إيران وأدواته وعلى رأسهم ميليشيات الحوثي في اليمن. ما الذي نحتاجه نحن كيمنيين يعني لنفهم الطريقة التي يتعاطى بها المجتمع الدولي، ميزان الأمم المتحدة، ميزان القوى العالمية في التعاطي مع هذه الدول لإقناعهم بطبيعة هذه الميليشيات وأنها ميليشيات وعصابات مسلحة؟ والله نحن سياسيا وعسكريا أعطينا الفرصة للشعب اليمني أولا الذي يستحق التقدير والاحترام، يعرف من يرغب السلام، ثم أعطينا فرصة للعالم والمتحدة والمجتمع الدولي يعرفوا أن تلك الميليشيات ليست ميليشيات يعني هم يدعون أنهم أقلية وأنهم مضطهدين، ولكن هم المجرمين وهم المعتدين. هذا يعني أكد للعالم كامل أنهم لا يقبلون بالسلام. جماعة شعارها الموت بداية أساسها، من استعب قبولها السلام وهضمه. كانت نهبها التمييز يعني جماعة نهبها التمييز والطبقية والعنصرية، فكانت إذا ستربط نفسها بالتعايش مع الآخرين، ما كانت تدعي الحق الإلهي كيف ستقبل بالشراكة مع من تظن أنهم خلقوا عبيدا لها وخدم لها. كل هذه السلوكيات الهابطة ملازمة لسلالة الحوثي كمنهج وبرنامج عمل منظم، والعالم عارف هذه الأخلاق. اليوم كل يوم هذه الجماعات تخترق الهدنة الأممية وتمطر تعز ما أعرف بصوارخها وقذائفها على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين دون تحريك أي ساكن في المنطقة،
هذا ما اكد تواضع المجتمع الدولي وعدم والتعامل بمكيالين مع يعني مع ميليشيات الحوثي، يعني جعلوها طفل مدلل، بينما هي جماعه يعني عنصريه معتديه، شعارها الموت، شعارها الخراب، شعارها الدمار. الشعب الليبي دفع ثمن صرفه. اليوم يعني لو نظرت الى اقتصاد اليمن دفع مليارات، لو نظرت الى هناك اكثر من 300 الف قتيل او شهيد في اليمن، هناك اكثر من ثلاث يعني 5 مليون او 3 مليون معاه، هناك اكثر من 5 مليون لهم، سيتم يعني سيبني الشعب الليبي اضراره عشرات السنين. كل هذا يعني من اضرار الميليشيات ومن اسباب تواجدها في اليمن. اختم معك بهذا السؤال، وهي يعني كاستشراف للمستقبل، يعني هل من الممكن أن احنا ذاهبين إلى سلام في ظل المعطيات الميدانية التي نعايشها حاليا ونحن ندخل الشهر الثالث على التوالي؟ أكتب أبسط شيء أنه منفذ لمدينة تضم أكثر من 5 مليون نسمة محاصرين منذ أكثر من 8 سنوات، يستخدموا طريق بدل ما يمر 5 دقائق يمر مسافة دائري 7 ساعات. الجماعة ترفض أن تنفذ يعني تفتح منافذ مدنية، هذا لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالتعايش، ولا هم أصلا أنهم لا ينتمون اليمن، وهم جماعة يعني أصلهم فارسي إيراني، ولا ليس لهم انتماء اليمن، ولا يشعرون بقهر اليمنيين ووقع اليمنيين وبؤس اليمنيين. الجيش اليمني عندما كان محاصر صنعاء كان يعتبر أن أبناء صنعاء هم أبنائه، وأن صنعاء هي عاصمة اليمن، لم يضرب عشوائي لما تضرب تلك الميليشيات على تعز وعلى مأرب وعلى كل المحافظات اليمنية، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم يمنيين وليس هم جزء من اليمن. ولذلك أنا أرى السلام مع هذه الجماعة مستحيل، لأنهم جماعة قتل وخراب، وإنما سنفرض السلام بالقوة والجانب العسكري فقط لا غير. نعم، منصور زي العينة بركن الإعلام بمحور آزال، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نذكر أنه قد أنهى المبعوث الأممي للأمم المتحدة هانز جروندبرغ يوم الخميس الماضي المفاوضات التي كانت مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وسط تعنت سابق. رفضت الميليشيات أن تستقبل هذا المبعوث، وحين وصوله انتهت المفاوضات سريعا من دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الاتفاق على مقترحاته، وأيضا فتح المعابر سواء في مدينة تعز أو في بقية المنافذ التي ما بين الميليشيات الحوثية و الحكومة الشرعية. لنستفيضها في هذا الموضوع سينضم إلي الأستاذ مصطفى القحفة. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. الله مساك أخي أكرم وجميع مشاهدي قناة عدن الفضائية. نعم، نتحدث اليوم عن الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في جميع الجبهات. في ظل هذه الخروقات، ما هي خيارات الجيش الوطني؟ أعود بالتاريخ إلى العام 2004 إلى 2004 و2005 و6 و7 و8 و9 حينما بدأت الحروب في صعدة. ماذا كان يواجه الجيش اليمني حينها؟ كم كانت عدد الخروقات من قبل الميليشيات الحوثية وهي في صعدة؟ كم هي الهدن التي وقعتها الحكومة اليمنية وأيضا الجيش اليمني حينها مع هذه الميليشيات، وبعد الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في العام 2014 وحتى اليوم؟ الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام والمجتمع الدولي يعرف ذلك. آخر مستجدات الخروقات التي قامت اليوم بعملها الميليشيات الحوثية هي زراعة الألغام حول خزان صافر في رأس عيسى في البحر الأحمر، وهذا تطور خطير، وهذا يجعل المجتمع الدولي برمته يقف في صف المملكة العربية السعودية وإلى جانب الجيش اليمني لتأديب هذه الميليشيات التي ترفض. ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها من جماعة الحوثي الانقلابية بحسب ما تحدثت أنه قاموا بزرع الألغام بالقرب من خزان النفط صافر؟ حينما شافت الميليشيات الحوثية أن المجتمع الدولي عبر المبعوث الأمريكي دعا إلى 80 مليون دولار من أجل صيانة خزان صافر ومن أجل عدم
حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر. الميليشيات الحوثية أيضا السعودية تبرعت بعشرة ملايين، سمعنا بذلك يوم أمس حينما عرفت الميليشيات الحوثية بأن هناك حشد دعم لصيانة خزان صافر وعدم حدوث كارثة بيئية في هذا المكان، قامت الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام البحرية اليوم حول الخزان لذلك من أجل عدم صيانته ومن أجل إبقاء هذه الكارثة أو إبقاء هذا الخزان قنبلة موقوتة تهدد المياه الدولية والملاحة البحرية وأيضا دول الجوار، وتهدد أيضا القدرات السمكية وكل أشياء تخص الجمهورية اليمنية ودول الجوار. الميليشيات الحوثية في ظل هذه الهدنة التي أعلن عنها منذ بداية إبريل الماضي وحتى اليوم نشهد جميعا في كل الجبهات سواء في مارب أو في الجوف أو في صعدة أو في الضالع أو في تعز وفي الحديدة الخروقات المستمرة على مدار الساعة كل يوم، والميليشيات الحوثية تقوم بالخروقات سواء بإرسال الطائرات المسيرة الاستطلاعية أو الملغمة وأيضا بإرسال المقذوفات. لماذا يعني المتابع للمستجدات السياسية يلاحظ أنه هذه المبادرة أو هذه الهدنة الأخيرة لبت الكثير من يعني طموحات الميليشيات الحوثية ومطالباتها، مثلا فتح مطار صنعاء وأيضا إيقاف الغارات الجوية، بالتالي ما الذي تريده الميليشيات الحوثية بعد هذا كله؟ الميليشيات الحوثية في إبريل كانت من قبل تطالب بفتح ميناء الحديدة لإدخال السفن وأيضا لفتح مطار صنعاء، وأيضا كانت على استعداد لفتح ورفع الحصار عن تعز، وأيضا كانت تقول للمجتمع الدولي نحن سندفع الرواتب إذا دخلت النفط وفتح الميناء وسنعمل أشياء كثيرة، لكن الحقيقة الميليشيات الحوثية كان لها تكتيكا عسكريا وهو إيقاف العمليات الجوية من قبل طيران التحالف المساند للجيش الوطني. فبعد إيقاف العمليات الجوية وإيجاد هدنة حقيقية ما بين الميليشيات الحوثية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لم نعد نرى أو نسمع بإطلاق صواريخ باليستية أو مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، وأيضا الطيران في الهدنة ما زال مستمر وحتى هذه اللحظة لم يقم بأي انتهاك. الميليشيات الحوثية رفضت وتعنتت على تنفيذ أهداف الهدنة. أهداف الهدنة كانت تقتضي بإدخال المساعدات الإنسانية من النفط إلى الحديدة ثم إلى المحافظات التي ما زالت تحت سيطرتها، وحقيقة هي الآن تقوم بأعمال بيع السوق السوداء. لم يستفد المواطن اليمني من هذه المساعدات. أيضا لو تم إدخال الخزينة العام، إذن رائد مصطفى القحفة في ركن التوجيه في تأهيل الضباط في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. نذكر مشاهدينا الكرام كما أسلفت أنهم تم قام المبعوث الأممي بزيارة للعاصمة صنعاء، وكان هناك تعنت من قبل الميليشيات الحوثية في التعاطي معه ومن دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الاتفاق على مقترحاته المقدمة بشأن فتح الطرق والمعابر في مدينة تعز، وأيضا في ظل خروقات مستمرة للهدنة الأممية وتعقيد جديد للملف الذي سينعكس على ملف الهدنة الأممية ومسارها التي أعلن عنها أو أعلن عنها مطلع إبريل الماضي لمدة شهرين، و كما نعلم مددت لشهرين آخرين مطلع يونيو الحالي وسط خروقات مستمرة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية. سينضم إلي مشاهدينا الكرام الأستاذ حمزة الجبيحي الصحفي وعضو مشاورات الرياضة. أهلا وسهلا بك أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، حياكم الله. نتحدث اليوم عن الخروقات المستمرة للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية. هذه المبادرة
عفوا كان هناك هدنة أممية من قبل الأمم المتحدة، لكن في ظل المعطيات الحالية هذه الهدنة كما يقال لبت الكثير من طموحات الميليشيات الحوثية من فتح مطار صنعاء وأيضا إيقاف الغارات الجوية والكثير من المعطيات الميدانية، لكن كل هذا يقابل بتعنت ميليشياوي كبير من قبل الحوثيين. ما الذي يريده الحوثيين ولماذا هذا التعنت برأيك؟ شكرا جزيلا لقناة عدن على هذه الفرصة. بالنسبة للهدنة ما هي إلا خدمة لميليشيات الحوثي الإرهابية، لأن الأمم المتحدة معروف أن المجتمع الدولي برمته هو متماهل مع ميليشيات الحوثي. الهدنة ما هي إلا لإعادة ترتيب أوراقه، لإعادة حشوده، لإعادة ترتيب وتموضع مواقعه، خصوصا في جبهات تعز هو حشد ونقل أسلحة متجهة من محافظة إب إلى تعز، أيضا نقل مقاتلين إلى معسكره في الجند بمحافظة تعز. في هذه الهدنة أعاد ترتيب صفوفه، وصله أسلحة إلى ميناء الحديدة، أيضا مطار صنعاء. الخبراء الإيرانيين وخبراء حزب الله اللبناني صنعاء الآن مليئة بهم. أيضا عندما فتح له الجوازات قام بمنح جوازات إلى ناس إيرانيين موجودين الآن في صنعاء، وهناك معلومات عنهم وبالأسماء. يعني فكانت الهدنة هي بخدمة كبيرة جدا وكاملة لصالح الحوثي. طيب في الطرف الآخر ما الذي استفادته الشرعية، الحكومة الشرعية من هذا التنازل، وما الذي استفادته الحكومة الشرعية وأيضا مسنودين بالتحالف العربي، ما الذي استفادوه من هذا كله؟ هو لم يكن هناك أي فائدة، فقط هو التزاما بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وكونها حكومة شرعية يعني مسؤولة على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة أمام العالم، فقط هذه هي الفائدة، فقط كالتزام دولي. أما أن هناك فائدة ملموسة على الأرض، لم يكن هناك أي فائدة لا للشرعية ولا للشعب اليمني ولا لمناطق سيطرة الشرعية. فإذا جينا على سبيل المثال مطار صنعاء وميناء الحديدة، لم يكن هناك أي تفاوض ولا أي مشاورات لا في عمان ولا في غيرها، مجرد تواصل ومجرد زيارة من المبعوث الأممي إلى سيد الكهف في صنعاء، تم فتح الميناء والمطار، بينما معابر تعز وبعض المحافظات إلى الآن لم يردوا حتى على المفاوضات التي تمت في عمان، لم يرد الحوثيين على مقترح المبعوث إلى الآن، وهم رافضين طبعا ومتعنتين. طيب في ظل هذا التعنت من قبل الحوثيين والمحاولات، ووصل الموضوع إلى 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 درجة الاستجداء من قبل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي للحوثيين، ما هي الخيارات أمام المجتمع الدولي والمبعوث الأممي؟ المبعوث الأممي لا ننتظر منه أي خير، لا ننتظر منه أي خير، فمثل ما يقول عندنا في اليمن الجواب باين من عنوانه، هو من البداية وهو متماهل مع الحوثيين، حتى عودته من عمان إلى صنعاء عاد بنفس الرحلة مع الوفد الحوثي إلى صنعاء لإقناع القيادات الحوثية، والآن ذهب بعد يومين رجع من صنعاء إلى عمان وإلى نيويورك، ولم يصرح إلى الآن ما هو رد الحوثيين حول مقترحه. الآن تبقى عليهم إن كانوا جادين، فالمطلوب من المبعوث الأممي أن يظهر في مؤتمر صحفي ويحدد المعرقل ومن هو الذي لم يرد، وعليه أنا أرى من الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ممثلا في خامة الرئيس العليمي أن يعلنوا انتهاء الهدنة هذه، ليس لها أي معنى وليس لها أي فائدة للشعب اليمني، والحوثي لا يفهم إلا بلغة القوة فقط لا غير. أستاذ، يعني بلادنا تتعرض لتحدي وجودي في ظل هذه الحرب التي تدخل عامها الثامن على التوالي، برأيك يعني هل استنفدت اليمن كل الأوراق التي كان بالإمكان تقديمها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ ما الذي لا زال لدى اليمنيين ليقدمونه للأمم المتحدة ولم نقدمه؟ ما هي التنازلات التي لم نقدمها إلى حد الآن بالنسبة للحوثيين؟ ماذا بقي بعد هذه التنازلات؟ ما عاد ايش عاد باقي يعني؟ فقط ما عاد باقي الا نسلم الشرعيه للحوثي وخلاص. هي خلاص ابعدت الان الحوثي القياده الشرعيه، خلاص هي الان ابعدت جميع الاعذار على المجتمع الدولي، تقدمت كل ما دوسعها من تنازلات.
في سبيل مصلحة الشعب اليمني، في سبيل الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية، في سبيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد ذلك؟ لم يعد هناك أي تنازل آخر، فما بعد هذا إلا تسليم البلاد للحوثي، لم يعد هناك أي تنازل آخر. أختم معك بهذا السؤال، وهي عن الشروط الواجب توفرها لجعل السلام مع هذه الميليشيات أمر ممكن. الشروط هي المرجعيات الثلاث: المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار 2216، وكذلك ما تمخض من اتفاق الرياض ومشاورات الرياض. أما غير ذلك لا يمكن أن تجنح لأي سلام هذه الميليشيا. وكلمة أخيرة، هو أن هذه الميليشيا لن ترضخ للسلام إلا إذا انكسرت فقط. إذا انكسر الحوثي سيرضخ للسلام. حمزة الجبيحي، الصحفي وعضو مشاورات الرياض، شكرا جزيلا لك. وسنذهب إلى فاصل ونعود إلى المحور الثاني بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نذكر مشاهدينا الكرام أنه كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تقديم 10 ملايين دولار في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسرب النفط على متن ناقل أصافر قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وسط مخاطر تسرب 1 مليون برميل نفط خام قد تكون واحدة من أكبر الحوادث البيئية في العالم. سينضم إلي مشاهدينا الكرام الدكتور فارس البيل، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور فارس. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور فارس. نتحدث اليوم عن في هذا المحور عن ناقلة النفط صافر، وأيضا عن إعلان المملكة العربية السعودية تقديم 10 ملايين دولار في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسرب النفط. برأيك يعني في ظل هذا التعنت، ما يعني ما الوضع الذي يمكن أن يكون عليه هذه الناقلة مستقبلا؟ هذه الناقلة يمكن أن نقول أنها عبارة عن قنبلة موقوتة وجدتها ميليشيا الحوثي وهيئتها لكي تبتز بها المجتمع الدولي وتبتز بها أطراف الوساطة الدولية وتحقق منها كثير من المآرب. ميليشيا الحوثي اعتمدت على هذه الناقلة منذ البداية في أن تحقق ربحا ماديا، في أن تشكل بها تهديداً على الملاحة الدولية، في أن تضغط بها وتناور بها سياسياً على أوجه كثيرة. ويمكن أن نتذكر أنه حتى عندما كانت القوات المشتركة على مشارف الحديدة كانت تهدد ميليشيا الحوثي، ربما هذا ما يظهر الآن، كانت تهدد بأنها ستفجر هذه الناقلة، وبالتالي ضغطت على المجتمع الدولي بهذه الورقة. بمعنى أن ميليشيا الحوثي وجدت هذه القنبلة الموقوتة وتلوح بها في كل حين، ولا تريد أن تتخلص من هذه الفرصة التي تعتبرها سانحة بالنسبة لها. لكن المجتمع الدولي يعني حين يرى هذا التعاطي من قبل الميليشيات الحوثية مع ناقلة قد تؤدي إلى كارثة بيئية ليس على اليمن فقط بل على الدول الإقليم، وممكن المجتمع الدولي بشكل عام يتضرر من هذه الناقلة. كيف ممكن يعني أن تنعكس سلبا هذه النظرة أو هذا التعاطي على الميليشيات الحوثي من قبل المجتمع الدولي؟ الدول المشاطئة للبحر الأحمر على الأقل 8 دول ستتضرر بشكل مباشر، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي سيلحق الملاحة الدولية وهذا الخط التجاري البحري المهم، 30% على الأقل من التجارة العالمية تمر من هذا المكان، وستحتاج اليمن على الأقل 30 عام
بالإضافة إلى الكوارث الكبيرة التي ستلحق اليمنيين. الغريب أن هذه الكارثة هي أولا إنسانية بيئية، ستشكل تهديدا كبيرا للحياة البحرية، لمصائر التنوع البيئي في البحر الأحمر، لفئة الصيادين، للجزر، وهذه القضايا تهم كثيرا المجتمع الدولي. والناقلة بعيدة عن الملف السياسي، كان يفترض أن يتخذ المجتمع الدولي فيها حلول سريعة وحلول عاجلة، لكن تباطؤ وتواطؤ المجتمع الدولي مع هذه القضية يوحي بأن المجتمع الدولي كما لو أنه يشعر أن هذه الورقة المهمة بيد الحوثي كما لو أنه يمنح فرصة للمناورة أكثر، وهذه كارثة حقيقية توازي كارثة صافر. تعاطي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية ومنظمات البيئة ومنظمات التنوع الجغرافي والتنوع البيئي والمحافظة على كل هذه القضايا لا 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 يتحركون بشكل جاد. والأمم المتحدة، كانت الأمم المتحدة قبل حوالي 3 أعوام تعمل وسيطا خفيا لميليشيا الحوثي لتبيع له النفط. في عهد جريفيث كان يمثل أو يبعث أو يحاول أن يعقد صفقات تجارية لبيع أكثر من 1,000,000 برميل نفط لصالح ميليشيا الحوثي دون أن تدري الحكومة الشرعية، وهذه كانت كارثة أيضا. وهذا الملف يمكن أن يبسط لنا بوضوح طبيعة تعاطي المجتمع الدولي مع المشكلة اليمنية. صحيح يمكن أن نقول أنهم في مسألة الإنسان اليمني والدم اليمني والتهتك الدولة اليمنية، يمكن للعالم العديد من المصالح أو يخضع لصراع النفوذ، لكن قضية بيئية ويتعاطى بها هذا الشكل، ولم تحدث من قبل أن يجتمع مجلس الأمن في جلسات في جلستين على الأقل يتحدث عن هذه الكارثة البيئية ولا يخرج بشيء، وميليشيا الحوثي تضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات. لكن دكتور فارس، يعني هذه الناقلة أي إشكالية فيها هو يتجاوز الجغرافيا اليمنية، الأمر لم يعد شأن يمني صرف بل يخص أيضا دول الإقليم التي تحدثت عنها سلفا. هل كان هناك مثلا ضغوط من قبل هذه الدول باتجاه المجتمع الدولي للتعاطي بشكل إيجابي أكثر من قبل المجتمع الدولي؟ كان هناك ضغوط لكنها ليست بالشكل المطلوب، ويبدو أن هناك قصور في إدراك حجم الكارثة أو حجم النتائج التي يمكن أن يمنى بها العالم جراء هذه الكارثة. لكن مع ذلك كان هناك نوع من الدبلوماسية التي تشتغل على مسألة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نصل إلى المرحلة الخطيرة، رغم أنه تحدث كثيرون باحثون غربيون ومراكز تحدثوا عن الكوارث الوشيكة بالنسبة لهذه الناقلة، ومع ذلك بطء المجتمع الدولي، بطء حتى الأمم المتحدة. يعني لك أن تتخيل أن ميليشيا الحوثي تعقد مع الأمم المتحدة أكثر من اتفاق على مدار 4 أعوام لغرض أن يدخل فريق الصيانة إلى هذه الناقلة ويرفض وترفض ميليشيا الحوثي، وتعود الأمم المتحدة إلى رتابتها المعهودة، والخطر يوشك أن يقع. وقد تم الاتفاق قبل أكثر من 5 أو 6 أشهر على الأقل بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي، ويتحدثون ببطء شديد الأمم المتحدة وتريد أن تجمع مبلغا كبيرا، وهذه عليها علامات استفهام، 80 مليون دولار لكي تفرغ حمولة الناقلة إلى ناقلة أخرى غير الصيانة، ويحتاجون لأكثر من 6 أشهر. بمعنى هنالك نوع من متاجرة بهذه القضية من قبل الأمم المتحدة للأسف، ومن قبل كثير من يعني الأطراف. استغلال سياسي من قبل الميليشيات الحوثية، واستغلال أيضا يعني في جانب إنساني إن صح التعبير من قبل المجتمع الدولي. لكن نأتي هنا فيما يخص الحكومة الشرعية، يعني ما الذي يمكن الحكومة فعله لمنع حدوث هذه الكارثة وإنقاذ الموقف؟ لا أكثر من الضغط، لأن الحكومة الآن في وضع لا تستطيع، إذا كان المجتمع الدولي بأكمله لم يستطع الضغط على ميليشيا الحوثي، لكن كان يمكن أن تلعب الحكومة
تستغل هذه المعضلة في أن تضع نفسها في مكان المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وبالتالي تنقل الصورة الحقيقية المرعبة لهذه الميليشيا عبر هذه الحادثة أو الكارثة التي يمكن أن تنشئ. أن تستغل الحكومة هذه القضية في الضغط على المجتمع الدولي ولكي يتعامل مع ميليشيا الحوثي بما تستحق، أن تلعب الحكومة على هذه القضية صحيح لنجاة البيئة ولنجاة الإنسان اليمني، لكن أيضا لكي تحقق كثير من القضايا في الضغط الحقيقي على الميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي، وتغير الصورة الذهنية ربما في أحيان كثيرة الوردية التي موجودة لدى كثير من الأطراف الدولية عن ميليشيا الحوثي. كان يمكن أن تلعب الحكومة في هذه المساحة بشكل جيد، لكن للأسف ظلت الحكومة متفرجة وفي أحسن الأحوال مطالبة لجهات محددة في أن تسرع في هذا الحل أقل ولا أكثر، مع أنها كانت في تقديري نوع من المناورة التي كان ينبغي أن تسير عليها الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مسألة أنه هذه قضية إنسانية ينبغي أن تلعب بها، ولا أقصد تلعب بها بمعنى أن تقايض بها، إنما أن تضغط بها لتثبت مسؤوليتها الحقيقية عن هذا الشعب، وأن هذه الميليشيا هي عبارة عن أداة تهديد وعبارة عن خطر وبرميل من البارود يهدد البر والبحر والجو على السواء. ولذلك كان يمكن أن تعزز الحكومة الشرعية من موقفها ومن مطالبها ومن قانونيتها ومن مسؤوليتها وأشياء كثيرة، لكن أعتقد أنه كان هناك قصور في هذا الجانب، قصور كبير. لذلك لم نجد أن المجتمع الدولي يتعاطى مع القضية بكثير من الاهتمام، ولا كان ينبغي أن تشرك. وأنا ذكرت لك أن المبعوث الدولي كان يبحث عدة صفقات تجارية لبيع النفط والحكومة الشرعية لا تعلم شيئا عن هذا الأمر، وهذه إشكالية تعد قصورا من الحكومة الشرعية، لأنه كان يمكن لهذه القضية وهي مسؤولية الحكومة أصلا، مسؤوليتها بالطبع، أن تحرك الرأي العام الدولي، تحرك لوبيات الضغط، تحرك كل هذه المنظمات والمعنيين وأصحاب القرار في لعب دور إيجابي سواء على صافر أو على المشكلة اليمنية ككل، باعتبار أن صافر تعد نقطة ضمن جرائم ميليشيا الحوثي، ضمن الدائرة التي تلعب عليها ميليشيا الحوثي، وبذلك تحقق كثير من النجاح في مسألة المسؤولية الحقيقية على هذه الحكومة، في مسألة إنقاذ البيئة، في مسألة إنقاذ اليمنيين، في مسألة إحراج الميليشيا والضغط عليها بشكل كامل. أنا أعتقد أن هذه القضايا كانت مطلوبة، لكن لننتظر الآن ما الذي سيحدث في المجتمع الدولي، وإن كنت مقتنع تماما أن الميليشيا الحوثي لن تتخلى عن هذا السلاح الذي بيدها بسهولة. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فارس البيل، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة تحدثنا عن الهدنة الأممية والتعنت الميليشياوي من قبل الحوثيين، وحين وصل لهم المبعوث الأممي هانز كرونبرغ يوم الخميس الماضي والتقى بقيادات الحوثية من دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الوصول إلى توافق بشأن الهدنة وفتح المعابر في محافظة تعز. أيضا عرجنا في نهاية هذه الحلقة على خزان النفط صافر العائم، والذي أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 10 ملايين دولار في إطار جهودها التي تقوم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسرب النفط. بهذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.